بدعوة رسمية من مكتب رئاسة الجمهورية التركية دعيت لمؤتمر ستراتكوم الدولي اللي هن عاملينه بمدينة اسطنبول. هذا المؤتمر كان له وقع كتير كبير، اختاروا 5 أشخاص سوريين فاعلين ليطلعوا يحكوا تجربتهم كسوريين اللي بلشوها من الصفر، وأنه هن رواد أعمال هلأ حالياً وهن قدموا للبلد اللي عايشين فيه. أنا ريم مصري، خريجة كلية الفنون الجميلة والتطبيقية جامعة حلب. تخرجت سنة 2010 وكنت عم بشتغل بنفس الوقت اللي أنا كنت عم بدرس فيه. كانت أول ثورة واضطرينا نطلع من سوريا لغازي عنتاب. كان عندي بنتي الأولى، كان عمرها لسه 7 شهور، فطلعنا تقريباً بال 2013. طلعت معي فكرة شركة تنظيم المناسبات والأعراس، فتحت دانتيل، هي شركة لتنسيق المناسبات والمؤتمرات والأعراس. بلشت أعمل الشغلات القانونية اللي هي ممكن تثبت هذا المشروع. بلشت بأعياد ميلاد كتير صغيرة لأطفال، مثلاً بقلب الروضات، بقلب البيوت، لبين ما هلأ وصلت لدانتيل اللي هو عم بشتغل أعراس بكتير مدن تركية. بال 2020 كان عندي رجعت تجربة تصميم الأزياء لما صممت فستان للمخرجة السورية وعد الخطيب اللي حضرت فيه مهرجان الأوسكار بال 2020 بشباط 2020. كانت بصراحة هي تجربة كتير حلوة وكتير فريدة بالنسبة إلي، أعطتني دفع كتير كبير. كان في نجاح كتير عالم متفقين عليه انه هو كان عدا انه الشغلة المهمة كتير انه وصول وعد لهونيك، وصول فرسما لهونيك، كان حتى الفستان هو كان رسالة كتير كتير مهمة. انا كتير بآمل انه كل انسان بيقدر يقدم رسالته، وخاصة نحن بالوضع السوري تجرأنا على الحلم ولا نندم على الكرامة. وفعلا بعد هذا التاريخ، بعد شباط 2020، انا صرت حدا معروف على الصعيد على القليل العالم اللي بتعرف السوريين وبتعرف اللي شافت الفستان. رجعت برمضان الماضي بموضوع العبايات، عم بعمل كوليكشن دائم عبايات شرقية، عم بحاول أمزج الخط العربي السوري مع خط التصميم التركي، عم بحاول أدخل قماش تركي ومع التصاميم السورية والخط العربي. بمدينة اسطنبول كنت كتير فخورة أنه أنا على الفستان اللي أنا لبسته كان مكتوب جملة بالخط العربي، كان مكتوب أينما أنبطك الله أزهر. حتى هاي الجملة هي إلى يعني قصة كمان عندي. قبل ما والدتي تستشهد بسوريا بحلب، ما في شيء اسمه مستحيل، مو لأنه نحن بالغربة ما فينا نبدع وننجز، بالعكس نحن اللي فينا نبدع. وأكيد الحلم اللي كلياتنا كسوريين نستنى وعم نستنى بعد ولو 10 سنين ويمكن بعد 20 سنة نرجع على أرضنا وبلدنا وبيوتنا وأهالينا.